السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة، إن شاء الله اليوم نكمل أو إكمال شرح الشابتر الثالث. أريد أن أوهلكم على بعض الأمور قبل ما ندخل بإكمال الشابتر الثالث، Compaction of Cohesiveless Soil، اللي هو يقصد به أنه ضغط التربة الأقل تماسكية، يعني اللي ما عندها تماسك، أو إحنا نسميها التربة الحبيبية. أحب أنوه على المعادلات اللي تكتبوها داخل ورقة القوانين، عندك هذه المعادلات ضروري تكتبها. أول معادلة هو لحساب الجاما دراي. إحنا أول رسم راح يكون مطلوب من عندك، يكون مطلوب من عندك إنه أنت ترسم قيمة الجاما دراي، الكثافة الجافة نسبة إلى الووتر كونتينت. فهذه العلاقة عندك الجاما هي هاي أول موضوع تكتب يعني القوانين اللي راح تستخدمها. موضوع الكومباكشن تيست او تيست بروكتر، اول قانون هو هذا اللي هو جي اس الوزن النوعي على 1 زائد اي في الرو ووتر. الواحد زائد اي الفويد ريشيو، من تستنتجها من هذه العلاقه الويت فوليوم ريليشن شيب اوف سويل، الاس في الاي يساوي سبيسيفيك جرافي في الووتر كونتنت. دائما ناخذ الاس ساتوريتد 1 فالاي شو راح يساوي لنا؟ السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت. فهذه العلاقة تحسب من عندها الجاما دراي استنادا للووتر كونتينت، بس تعوض مكان الاي، يعني ما حصير علاقتك راح تستخدمه جي اس على 1 زائد الاي في الووتر كونتينت، ترفع الاي تخلي بمكانها هاي القيمة السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتينت. تمام؟ يعني هاي اول علاقة. ايش ترسم من عندها؟ خلي اشوفك الرسم. ترسم من عندها هذه العلاقة، هاي العلاقة، هاي العلاقة شلون ارسمها؟ منها قيمة الجاما دراي، قيم الجاما دراي من الووتر كونتينت، يعطى لك قيم من الووتر كونتينت مثلا 0 5 10 15 20 25. تمام؟ كل قيمه تطبقها بالقانون تطلع قيمه الجاما دراي، قيمه الجاما دراي، تستخرج هذه النقاط بعد ذلك توصل بيناتهم بخط. يا هي اعلى قيمه ظهرت لك للجاما دراي تسقط بالناخط، تقول هاي قيمه الووتر كونتينت الاوبتيموم المثلى اللي حققت لي جاما دراي. اذا هذا اول قانون تكتبه، هذا اول قانون لحساب الجاما دراي عند وجود الووتر كونتينت. تمام؟ القيمه الثانيه حتى ترسم، اذا طلب من عندك ترسم البلوت اير ووتر كونتينت، يعني بالاضافه للطلب الاول طلب من عندك ترسم له محتوى الهواء مع الجاما دراي، تكتب هذا القانون ضمن ورقه القوانين. اذا صار عندك قانون، يعني القانون الاول ذاك وهذا القانون الثاني. القانون الثاني شو يقول؟ الجاما دراي شو يساوي؟ سبيسيفيك جرافيتي افتح قوس 1 ناقص الاير كونتينت محتوى الهواء على 1 زائد، هنا مكان ما كتب اي عوض مكانها قيمه قبل شويه ثبتناها الووتر كونتينت في سبيسيفيك جرافيتي في رو ووتر. رو ووتر تعرف قيمتها ثابته. تمام؟ 10 قيمتها ذا بالكيلو نيوتن، واذا الف تتعامل مع الوحدات الثانيه كجاما كرول عفو رو ألف أو واحد حسب تشين الوحدات اللي راح تطبق بيها. نجي بعد ذلك هو ذن المطالب الاثنين المطلوبات المويستر كونتينت. تمام؟ إذا عندك اثنين أشياء تبوه من عندك دائما بالحل، بس راح نجي نشوفهن بالإكزامبل. أول شيء العلاقة بين الووتر كونتينت والجاما دراي، والثاني علاقة العلاقة بين الووتر كونتينت بين العفو بين الجاما دراي والآير كونتينت محتوى الهواء. إذا عندك ذن القوانين لازم تكتبهم ضمن ورقة القوانين. هذا القانون الأول لحساب، وتكتب يعني يمه to calculate the relationship between the gamma dry and water content، حتى نحسب العلاقة بين أو نجد العلاقة بين الجاما دراي والووتر كونتينت، وهاي قيمة الإي تعوض مكانها بالقانون الرئيسي specific gravity في الووتر كونتينت. هذا القانون الأول. القانون الثاني لإيجاد العلاقة بين الجاما دراي والآير كونتينت تكتب هذه العلاقة، صار عندك قانون بهذا الموضوع لازم ينكتب. تمام؟ إذا طلب من عندك تحسب له العلاقة احنا نسميها الريليتيف دنسيتي، الكثافة النسبية. وشنو قانون الكثافة النسبية أخذناه بالقوانين السابقة؟ هو أكبر فويد ريشيو إي ماكس ناقص إي ناتشرال على إي ماكس ناقص إي مينيموم. تمام؟ هذا القانون بصورة عامة الآر دي. الكومباكشن قلنا انه شلون اذا نحسبه هنا ريليتيف كومباكشن، هسه راح نعرج عليه بهذا الموضوع. مثل ما نعرف انه احنا لازم انا احسب الضغط النسبي اللي هو ريليتيف دنسيتي او ريليتيف كومباكشن. شلون اقدر انا احسب الكومباكشن ان ذا فولد؟ يعني شنو؟ يعني الضغط في الحقل، شلون انا احسب الضغط او الدمج او الرص
تطبيق الحقل. اول شيء خلي ببالك ان نتائج الاختبارات اللي طلعها داخل المختبر ما تطبق مباشره في موقع العمل، ما تطبق. ليش؟ لذلك لازم تجري انت الاختبارات The Laboratory Test Where are carried out on materials smaller than 20 ملم سايز. يتم اجراء هاي الاختبارات المعملية على مواد لازم يقل حجمها عن 20 ملم. اثنين، الجهود التماسكية مختلفة وطرق ايضا الكومباكشن راح يكون مختلف، لذلك راح يكون اختلافه بشكل قليل. انا حتى هذا الاختلاف اتأكد من عندي واطبق، اقول انا مثلا لهذه الحالة وجدت داخل المختبر كذا، شلون اعكسها واطبقها داخل الحقل او داخل المكان المشروع؟ لازم احسب ريليتيف كومباكشن. يعني معناه شنو ريليتيف كومباكشن؟ يعني الضغط النسبي، هذا ضروري جدا ايضا ينطلب من عندك. الريليتيف كومباكشن شو يساوي لك؟ هذا قانونه، الجاما دراي فولد هو الكثافه الحقليه الجافه على الجاما ماكس، اكبر كثافه داخل المختبر. لازم قيمة الريليتف كومباكشن أكبر أو يساوي 95%، مو أقل من هذا الشيء. شنو معنى الريليتف كومباكشن؟ شنو معنى الضغط النسبي، أو إحنا نسميها degree of compaction، درجة الرص أو درجة الضغط. It's mean that compacting the fold، يقصد به هي وسيلة لمقارنة الحقل. Compacting، comparing the fold density، مقارنة كثافة الحقل. With laboratory result، مع النتائج المختبرية. And it's defined as the ratio، هو النسبة بين the dry density in the fold to the max density in the laboratory، يقصد بها هو الـ يعني نسبة الكثافة الجافة في الحقل إلى أقصى كثافة جافة وين؟ في المختبر. أقصى كثافة جافة، هاي يقصد من يقول لك هنا، هذا أيضا القانون تكتبه، صار هذا ثالث قانون. الريليتيف كومباكشن اللي هو الضغط الرص النسبي أو الضغط النسبي أو الدمك النسبي، شنو قانونه؟ تكتب هذا بالكامل والاختصار مارتا ار دوت سي يساوي جاما دراي فولد على جاما دراي، هاي يقصد الجاما ماكس يا جاما دراي، ما مكتوبه هنا بالقانون، اكتبها دراي. جاما دراي ماكس وين وجدناها؟ ات لابورتوري بالمختبر، لازم ايش قد نسبتها؟ اكبر او يساوي 95%، هاي ضروري تنتبه لها. اذا القانون نعرج عليه مره ثانيه، هاي الجاما ماكس هي جاما دراي، تمام، اللي نوجدها بالمختبر، هاي ضروري تنتبه لها. الاوبتيمم مويستشر كونتنت، انا اذا وجدت المحتوى المائي الامثل، اذا المحتوى المائي بالحقل اقل من الاوبتيمم لازم نضيف بعد ماء، يلا نجري عمليه الكومباكشن الرص. اذا الووتر كونتنت بالحقل يساوي الاوبتيمم، اذا راسا نبدا بعمليه رص التربه الكومباكت ذا سويل دايركتلي مباشره. لكن اذا الووتر كونتنت بالحقل اكبر من الووتر كونتنت الامثل او الاوبتيمم، لازم هنا ننتظر بوست بوند ذا كومباكشن، ناجل عمليات الرص الى ان انه احنا مثل ما نقول الماء يتبخر من التربه او ينزل الى الطبقات السفلى، او اذا انت كنت ما عندك وقت يعني انه تاجل عمليات الرص للتربه، لازم تضيف مواد اخرى للتربه. شنو يا اد سم اديفيتيف سويل جاست لايك الاسمنت أورليوم، يعني اللي هو الليمستون أو غيره، والمواد الأخرى الأسمنت. هاي شنو؟ هاي تعجل لك من الإيفابوريشن، هاي المواد الأسمنت أخذتها بالمرحلة الثانية مادة الكونكريت أو الخرسانة درستوها، أكو شيء اسمه الهايدريشن اللي هي الإماهة للأسمنت. الأسمنت من يتفاعل مع حبيبات الماء يسبب لك سحب لكل جزيئات الماء، وبالتالي راح يعجل لك أنه يسحب كمية الماء الموجودة، احنا نسميه الاكسترا ووتر، الماء الخارجي. اذا كنت انت تريد تجري عملية الكومباكشن بنفس اليوم، فهي ثلاث حالات ضروري تعرفها. المجرمنت، طرق حساب الفول دنسيتي، الكثافة الحقلية. شلون هسه انا عرفت شلون احسبها بالمختبر؟ الكثافة المختبرية باستخدام الكور، وندق باستخدام المطرقة الهامر، وناخذ العينة ونجريها ونحسب. لكن بالحقل شلون احسب كثافة النسبية؟ عندك هاي طرق ان شاء الله راح ناخذها ايضا بالتفصيل. الكور كتب طريقة الكور، أنا أخذ عينة باستخدام الكور ونجلبها للمختبر ونجرى عليها الفحوصات. طريقة تبديل الرمال الساند ريبليسمنت ميثود، طريقة الاير بول اون ميثود، وطريقة البنتريشن نيدل اللي هو اختراق النيدل. هاي صراحة احنا أكثر طرق تستخدم هي الطريقة الأولى والطريقة الثانية، وغير مكلفات، وأيضا هاي الطريقة شوية نوعا ما مكلفة. والراديشن تكنيك، هاي الطريقة يتم اعتمادها باعتماد الموجات الراديوية أو الراديشن،
وايضا ممكن جصايك تشبه عمليات فحص الخرسانه باستخدام التراسانك. لما نوصل مرحله اني مثلا استخدمت التبليط وكملت وانا ما فاحص حدل، فشلون استخدم طريقه الراديشن؟ يعني هاي اذا اذا اذا, إذا صاحب العمل او الشركه تغافلت عن حساب احنا نسميها الكثافه الحقليه، الكثافه الجافه الحقليه، وفرشت فوقها طبقات اخرى واجرت الحدل وانا اريد لهذه الطبقه فاستخدم طريقه الموجات. تمام، هذا عندك اكزامبل هسه راح ناخذه بشكل بسيط ضمن هذه المحاضره. The following result were obtained التي يمكن ايجادها. العفو حبيت انوه على قانون بسيط قبل ما نبدا بالاكزامبل. هذا هو القانون، نرجع احنا اخذناه بالمحاضره السابقه. هذا هو القانون، هذا هو القامة درايتنا عرفة، هذا هو اللي احنا نسميه الضغط النسبي الكومباكشن اوفر نس او ضغط الرص. شلون اجد الويت اوف هامر في الدروبس على الطبقات في النمبر اوف بلوز، تمام، في عدد الطرقات لكل وحده، في النمبر اوف لاير على الفوليوم اوف مولد، تمام، اللي هسه راح ناخذها يعني حجم المولد اللي هو حجم اللي احنا نسميه الكور اللي اعتمدناه برص الطبقات. هسه راح ناخذ هذا الاكزامبل ان شاء الله يكون واضح عندكم. The following result were obtained from the standard compaction القياسي. احنا ايش قلنا؟ كم فحص البروكتر؟ عندنا فحصين، الفحص القياسي والفحص المعدل. هسه شو نستخدم هنا؟ الستاندر كومباكشن تيست. Determine وجد لي the optimum moisture content، اذا شريت المحتوى المائي الامثل، زائد الماكسيموم دراي دنسيتي، ويريد من عندك اقصى كثافه جافه. بعد ذلك شيل المطلب الثالث، بلوت ذا كير اوف صفر يعني 0%، 5%، 5% و 10% اير كونتينت، وارسم لنا المحتوى الهوائي عند هذه النسب. اند جيف ذا فاليو اوف اير كونتينت ات ماكسيموم دراي دنسيتي، انطيني قيمه محتوى الهواء اللي يقابل لي اكبر قيمه كثافه جافه maximum dry density or give it the volume. اذا اعطاك هو الحجم of standard mold هو مقداره هالقد 1000 سنتيمتر مكعب، and the specific gravity الوزن النوعي مقداره 2.7. اذا هسه نجي على المتطلبات. اول شيء يريد العلاقه بين ال optimum moisture content and شنو عن ال maximum dry density. مطيك هذا القانون، الماس لكل وحده من عندهم والووتر كونتينت، الماس بالغرام وعلى شنو هنا الموجود الووتر كونتينت. فانت شنو تسوي؟ تحسب له الجاما دراي. طيب انا الماس بالغرام، انا حتى انه اجد قيمه الكتله الكليه الماس بالغرام فعلى الووتر كونتينت، شلون اجد العلاقه بيناتهم؟ اطبق هو او شو تسوي المفروض افضل لك؟ تسوي جدول بالبدايه، تسوي جدول. شنو الغرض من هذا الجدول؟ الغرض من هذا الجدول انه اني حتى انه القيم اللي تظهر النهائيه ارسمها. يعني هسه انت ايش ترسم؟ ترسم اول شيء عندك الووتر كونتينت موجوده، هاي قيمه 4 6 8 10 12 14 16 بهذه الصيغه. نحسب وراها الرو ويت، تمام عيني، ونحسب وراها الجاما او الرو دراي. نجي هنا نرجع الى قانون الرو ويت، احنا نوهنا عليه بالمحاضره السابقه قلنا لازم يكتب ايضا ضمن القوانين. هاي القوانين اللي تحتاجها بموضوع الكومباكشن تيست او تيست بروكتر. هذا القانون، هذا القانون الرو ويت او الرو دراي، شو يساوي لنا؟ الرو ويت على 1 زائد الووتر كونتينت. الرو ويت شلون تحسبها؟ عندك انت اصلا المعادله الخاصه بها الرو ويت ضمن من؟ كومباكشن الرو ويت. هسه بنرجع هنا، هاي الرو ويت تحسبها من هذه الطريقه. عندك هو ايش منطيك؟ نرجع الى هذا القانون الرو ويت، لحظه هنا نرجع القانون هنا ايش منطيك؟ نعطيك اول شيء الماس بالغرام، ومنطيك الستاندرد ماس مود بهذه القيمه سنتيمتر مكعب. فشنو تسوي؟ تطلع الكثافه. الكثافه احنا الكثافه شو سوينا؟ كتله على حجم. اذا لكل وحده من هذه الحالات نجد لها الرو ويت. شلون الرو ويت يعني تظهر قيمته؟ اقسم كتله هذا القيمه كتلتها على حجمها، كتله على حجم، كتله على حجم، تطلع يعني نجد قيمه الرو. الرو هي شو تمثل لي؟
الدنسيتي وكذا. فشنو القانون اللي اخذناها بالوحدات العلاقيه بالبدايه الوزنيه الحجميه للتربه؟ هي عباره عن ماس على حجم، بينما اليونت ويت اللي هي الجاما وزن على حجم. هسه انا اريد الرو ويت، شنو اجدها بهذا القانون؟ هي عباره عن كتله على حجم، كتله على حجم، تمام. قال لك بالسؤال انه التربه مشبعه ساتشوريتد، لا ما ذكر لك التربه مشبعه، اذا ما يفيدك هذا القانون. اذا هذا القانون احنا عندنا قانون لحساب الرو درايف المختبر، عندنا هذا القانون الاصلي، هذا القانون نرجع عليه. انا احب انوه عليه حتى يكون يعني بدماغك بعد ما تنساه. عندنا والله هذا الرو درايف لحساب العلاقه بين الرو درايف والاير كونتينت ومحتوى الهواء، هذا ما مختلفين عليه، تمام عيني. نجي هنا، نجي هنا بهذه العلاقه الجاما دراي الرو دراي، شو يساوي لنا سبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد ووتر كونتينت في الرول الووتر. اذا ما ذاكر لك بالسؤال انه التربه مشبعه ساتوريشن، فتقدر انه هذا القانون ما تطبقه، تروح على القانون القبله. قانون القبله شو يقول؟ رو دراي شو يساوي لك؟ رو ويت على 1 زائد ووتر كونتينت. الرو ويت شلون اوجده لكل حاله؟ اوجده لكل حاله هو كتله على حجم، بما هو انه مطيني جدول. ارجع الى الاكزامبل، منطيني جدول قايل لي ماس، كل قيمه من هذه الماس اقسمها على الف وجدت الرو ويت. فاذا يكون الحل الخاص بي بهذا الشكل، اسوي جدول اكتب الووتر كونتينت بيرسن، اكتب الرو دراي، واكتب الرو دراي اللي راح اجتها اللي احنا لكل القيم هاي، انزل قيمه منها 4-6 كذا. الرو ويت اروح على كل قيمه مقابله لها اقسمها على الحجم المعطى، الحجم القياسي اللي هو قد هنا مقدار الف، فهذا على الف، هذا على الف، هذا على الف، وهكذا. الرو دراي شو راح يساوي لنا القانون هسه اللي وضحت لكم اياه؟ يساوي لنا الرو ويت على 1 زائد ووتر كونتينت، فالرو ويت هاي على 1 زائد 1 زائد 4، هذا الرقم 1 زائد 6، هذا الرقم 1 زائد 8، هذا الرقم 1 زائد 10، نجد الرو دراي. هسه بس بوع عليها اكبر قيمه ظهرت لك هنا، اكبر قيمه هي هاي ال 1.98، وش قد يقابلها ووتر كونتينت؟ 10. فايش قد هسه الاوبتيموم ووتر كونتينت؟ 10. عنده ايش قد اقصى ماكسيموم دراي دنسيتي؟ عنده هذه القيمه 1.98، تمام عيني. هاي ضروره تنتبهوا لها. هسه احنا ما لنا علاقه بهذا الجدول الثاني، بعدين نرجع له. هسه نرسم العلاقه، العلاقه شلون ترسم الكومباكشن كيرف، يسمونه منحني الرص او منحني الدمج. هذا منا القيم العموديه هو قيم الجاما دراي، ومنا قيم الكومباكشن، قيم العفو الووتر كونتينت. الووتر كونتينت المعطى ايش قد؟ انت تقسم للورقه مثلا 0 5 10 15 20، تمام. نجي اول قيمه ايش قد كانت؟ 4. 4 ايش قد قيمتها؟ مثلا منا ظهرت لي 1.7، تسقط هاي القيم، تسقط لهاي القيم الداخليه اللي وجدناها، بعدين توصل بيناتهم بخط، من هي اعلى قيمه؟ 1.98، ظهرت قريبه على 2. ايش قد قابلها ووتر كونتينت؟ 10. فش تقول لي؟ تقول لي الماكسيمم جاما دراي قيمتها هي 1.98 كيلو نيوتن مثلا على المتر مكعب، تمام؟ او مثلا ايش قد قيمتها بالضبط؟ كيلو غرام كذا او غرام على المتر، ات ووتر كونتينت مقداره 10%، تمام؟ شقد الوحدات اللي احنا كنا نتعامل بيها؟ نتعامل غرام على سنتيمتر مكعب. فتقول لي الماكس جاما دراي مقداره مثلا 1.98 ات ووتر كونتينت مقداره شقد؟ 10%. هاي اول مطلب خلص، اول اثنين مطالب خلصناها. المطلب الثالث، المطلب الثالث شنو طالب؟ بلوت ذا كيرف، ارسم لي المنحني ل 5 و10 و5 يعني و10% اير كونتينت، تمام عيني. هسه نجي شلون ارسم بهذه الحاله، بهذه الحاله بالضبط. اول شيء انتبه على الموضوع، اني انطاني بالسؤال اصلا قيمه كقيمه ووتر كونتينت. هسه نجي هنا القانون عندي اني مال الووتر كونتينت، الجاما دراي بالرو دراي عندي قيمها، تمام. هاي شلون اوجد هنا الرو دراي؟ هنا اول شيء عندي الووتر كونتينت هنا قيمها، وعندي الاير كونتينت هذا اللي قيمها. اروح لهذا القانون، هذا القانون اجد قيم الجاما دراي جديدات بهذا القانون، هذا القانون امامي. بس انا بس احب ارجع من المحاضره حتى اذكركم بالقوانين. هذا القانون الثاني،
اللي هو علاقة الجاما دراي مع الووتر كونتينت، لأن كل المعلومات هذا معطى هذا معطى هذا معطى هذا معطى الاير كونتينت معطى، فش تسوي لكل هاي القيم؟ راح تجد ووتر كونتينت جاما دراي جديدة. شو تسوي بهاي الثلاث حالات؟ نرجع هنا إلى الجدول الجديد اللي يسوي. شو تسوي بالجدول الجديد؟ تسوي أول شيء تكتب الووتر كونتينت، تكتب صفحة الاير كونتينت. الووتر كونتينت ذن قيمهن مثل ما أخذناهن من الجدول الأول. الاير كونتينت تكتب قيمهن عمودية. هسه راح نجد رود راي، الرود راي الأصلي شلون الرود راي؟ هذا الرود راي إحنا حسبناه الأخير. هذا من حسبناه؟ من علاقة فقط الووتر كونتينت مع الرود راي. هسه إحنا دخل الاير كونتينت بالنص، شلون أسوي؟ أحسب من هذا القانون اللي هسه شوفتكم يا تحسب عند النسبة الاير كونتينت صفر، تحسب هذه القيم تمام. الرود راي شو ساوي عند الووتر كونتينت كذا كذا كذا. نجي الحالة الثانية لما الاير كونتينت جيت خمسة، تحسب أيضا عند هذه الخمسة، وعند العشرة تحسب العشرة. الووتر كونتينت راح تأخذه عند الكل، بس لاحظ اللي يتغير هنا مرة بهاي الحالة الأولى يتغير الاير كونتينت صفر، دور خمسة دور عشرة، تحسب ذن القيم. ذن القيم كلهم ترسمها، ذن الجدد كلهم ترسمها من الاير كونتينت. شوف الرسم الأول، هذا الرسم الثاني. شوف هسه شقد أول اير كونتينت زيرو تمام، الأحمر زيرو. البعدة أنا صراحة ما أجيب لك بالامتحان كل الحالات، أجيب لك جوز حالة واحدة عند اير كونتينت، لأن أنت ما تقدر تسوي السايزات والألوان كلها بالامتحان. ممكن أجيب لك حالة أو حالتين، فهاي عند الزيرو، هاي الكومباكشن الأصلي اللي وجدناه من أول رسم اللي هو هذا. هذا هو الحالة الثانية اللي هي هنا عند الاير كونتينت صفر، وعند الخمسة اللي باللون الأخضر، وعند العشرة. نلاحظ كل ما زادت حجم فراغات الهواء شبيه الكثافة الجافة قلت، معناها التماسك الكومباكشن مال التربة قل، وهو جدا ضروري. هذا الموضوع ضروري وأكيد يجيكم عليه سؤال فاينل وكورس. إن شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحة، راح نعطيكم أيضا مسائل إضافية بالمحاضرات القادمة ونحلها إن شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون.